لغايه من اول 94 اتعملوا مجلس اسمه مجلس الايكاس، قال لك ما ينفعش ان تكون اللجنه الاولمبيه الدوليه هي المسؤوله عن مرج عن المحكمه الرياضيه الدوليه. ليه؟ ما هو مش ممكن يكون في مشكله مع المحكمه الرياضيه، تمام، عفوا مع اللجنه الاولمبيه مع الدوليه، طب ازاي اكون انا خصم وحكم؟ بالظبط كده، هي دي المشكله، لان انا اللي بديك الفلوس، انا اللي بمولك. يعني مثلا لو انا كاتحاد عندي مشكله مع اللجنه الاولمبيه المصريه ورحت مركز التسويه والتحكيم المشكل من اللجنه الاولمبيه المصريه، المركز التسويه ياخد قرار هو هنا خصم طبعا وحكم. هم ما بيعملوش كده، بس احنا لازم انت نتبع بتحاول تعمل استقلاليه بالظبط زي استقلال القضاء بالظبط. فعملوا حاجه اسمها الايكاس، ده مجلس مسؤول عن اداره، او هو يعني ده نقدر عليه نقول عليه اللي هو مجلس الخاص او اداره المحكمه الرياضيه الدوليه اسمه الايكاس، والايكاس ده هو اللي بيدير. حتى كان غايه 94 هم اللي بيعينوا القضاه والمسؤول عن المحكمه، لكن بعد كده اما حصل الفصل اصبح فيه استقلاليه. طيب يبقى اول حاجه متعلقه بقانون الرياضه فكره مركز التسويه والتحكيم والاستقلاليه، التعديلات اللي ممكن تبقى موجوده كمان على القانون غير الملف ده. خد بالك برضو الروابط التنظيميه، وده مش كلامي يعني، ده كلام الدائره التجاريه والاقتصاديه بمحكمه النقط، قالت ان الروابط التنظيميه والماليه بين اللجنه والمركز لا تبعث الطمانينه لدى اطراف التحكيم الرياضي، هم اللي قالوا ده. فبالتالي اي روابط؟ رابط روابط المحترفين؟ لا لا لا، الرابطه اللي انا كلجنه اولمبيه انا اللي بصدر، لان غايه دلوقتي اللجنه الاولمبيه هي اللي بتصدر لائحه النظام الاساسي للمركز، مركز التسويه هي اللي بتدعمه ماليا. فكل ده بينقص من استقلاليه المركز، فعشان هو مع ان في القانون مكتوب ان هو مستقل، شخصيه اعتباريه مستقله، وفي نفس الوقت يتبع اللجنه الاولمبيه، فالصياغه عكسها بالظبط. تمام، فده جزئيه عايز تعدل في ده. تمام، ده لازم نعدل، لازم نعدل فيه. تمام. خلينا برضو نتكلم ان هم عايزين يعملوا لجنه، اللجنه دي لجنة حماية المنشآت والأحداث الرياضية والجماهير ومكافحة الشغب، لجنة هيصدر لها ورق المسؤول عنها الوزير المختص، وليها 5 أعضاء خبراء، وفيها عضو من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة الشباب والرياضة، وعضو من وزارة اللجنة التعليم. دورها إيه؟ دي لجنة خاصة بحماية المنشآت والأحداث الرياضية والجماهير ومكافحة الشغب، يعني هي بتحط لحضرتك الاستراتيجيات الخاصة، كيف نحمي المنشآت، كيف ندير المنشآت الرياضية، كيف ندير الأحداث الرياضية، إزاي لو حصل أزمات في المجال الرياضي فيما يخص إدارة الحشود يحتبقى مسؤول عنها. تمام. كمان الفصل بتاع مركز التسوية والتحكيم في أمور خاصة بالحوكمة الداخلية، خاصة بانتخاب مراقب الحسابات، هيبقى فيه تعديل. كمان في حاجة مهمة ودي برضو قالتها مجلس الدولة، إن القانون الحالي بيدي سلطات واسعة جدا 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 للجنة الأولمبية المصرية في إدارة شؤون الرياضة. الإدارة والرقابة الإدارية والمالية. مظبوط. وده في ده شيء صعب جدا على اللجنة الأولمبية، لأن هي المفروض شغلها فني. بالظبط كده، فهم عايزين يرجعوا للجانب الفني. أما أنا أصبحت مسؤول عن الجانب الفني والجانب المالي والجانب الإداري، فأصبح في تشتت. يعني عايزين نرجع للمسمى، ورجعنا للبلطجة. اوكي، واضح ان مفيش فايدة. خدت بالك انا قصدي ايه؟ تمام. فبالتالي عشان النقد ده لازم نرجع للسلطة المركزية اللي هي وزارة الشباب والرياضة في الرقابة على في الرقابة المالية والإدارية. ليه؟ لأن التمويل بيجي من الدولة، ودي أكيد. أموال دولة. أكيد. فما ينفعش ما تكونش الدولة رقيبة على هذا الموضوع. ده في العالم كله الدولة رقيبة على أموالها. فبالتالي لازم ترجع بعض الاختصاصات لوزارة الشباب والرياضة. الوزير المختص. هيتم تفعيل دور الرياضة في الجامعات والمدارس. خاصة إن دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن التربية الرياضية التي أمن قومي، أو الرياضة أمن قومي. مظبوط. وأصبحت مادة تدرس في الجامعات والمدارس. طيب. هيتم تعديل بعض البنود الخاصة بالجمعيات العمومية وعقدها وتفعيل دور الحوكمة الرياضية. معنى كلام حضرتك إحنا بنعمل قانون أول وجديد؟
ولا التعديل ده بنسبه كام؟ نسبه تناسب. شوف اصلا انا سئلت قوي في الموضوع ده، اتقال لك صحيح عاملين قانون من فتره. ما انا بسال في لجان ورش عمل في مجلس الشعب ومجلس الشورى والكلام ده اتناقش في المؤتمر على هامشه. شوف كل الاحترام والتقدير، كل الاحترام كل من قام لكل من قام وساهم على هذا العمل، تمام، لكن خد بالك احنا في عالم متغير. بس احنا كده بنرجع، بس بنرجع مش بنرجع صح. لا يعني في خطوات كنا خدنا فيها قرار وغيرناها. طيب تم التطبيق دلوقتي بنرجع لها تاني. طيب تم التطبيق تم التطبيق الفعلي على الارض، فحسيت ان في مشاكل، في مشاكل في سلبيات. طب نعمل ايه؟ نرمم ولا يبقى المشكله في ورش العمل اللي اتعملت وما كانتش في النهايه طلعت الناتج الصح؟ طب انا هقول لك حاجه كمان اهم التعديلات. تعرف ان هيتم تعديل كبير جدا للبنود الخاصه بعمليه الاستثمار الرياضي في مصر؟ القانون الثاني، القانون الحالي لا يعطي او غامض وغير واضح فيما يخص عمل الشركات وانشائها والانديه. فبالتالي طبعا الدكتور اشرف زي ما حضرتك عارف هو استاذ اداره اعمال في المجال الرياضي، هو في المجال من سنين فعارف المشاكل، فعارف فيه. يعني انا زي ما بقول لحضرتك نظري وعملي، هو كاكاديمي وكفي المجال. هي انا مش عايز اتكلم في الجزئيه دي عشان ما اقولش ان انا متحيز، لكن انت جبت وزير مني. انا اصلا اتعاملت مع دكتور اشرف صبحي وعارف المشاكل اللي بيواجهها، لان هو كراجل اكاديمي درس وبيدرس، وكراجل وزير او راجل اشتغل في الانديه الرياضيه، فعارف المشاكل بشكل عملي. لو قلت لك ان هو ما بينامش تصدق؟ ربنا يعين الجميع يا رب. بيقعد في وزاره الشباب والرياضه غايه